تذكرة الصيحة بعنوان تجيب وتودي، يبتدر عوض زاويته بالقول هكذا قال الشاعر توصيفا لحال الدنيا. ولو وضعنا الإنقاذ مكان الموصوف لاستقام المعنى أكثر، فطبيعة زي الموج تجيب وتودي. وهذا ردنا على من اتهمنا بعدم ذكر محاسن النظام في حياته. قلت له كلما يجيب ما يستحق الثناء يوديه إلى حيث ندري ولا ندري، يغطس حجره قبل ما نلحق نقول يا سلام والله. يضرب الكاتب مثلا بالبترول بأن الأنقاذ جابته وودت عائداته إلى حيث لا ندري، ثم جابت شركة سيبرين لإخراج الذهب، ويوضح وقبل ما نلحق نفرح دعك من نشكر ودت الشركة سيبيريا واستخرج الأهالي بعضا من الذهب عوضا عنها، ويضيف وبدلا من أن نستفيد منه ودوه إلى الخارج تهريبا عبر مطار الخرطوم. هذا المطار الذي سبق أن انتزع مني مقصا صغيرا ويقتبس صرفة الهدندوي، ما قص يشوف كتل ذهب ما تشوف، ويرى عوضا أن نجاح الإنقاذ الوحيد الذي لم يسبق عليه حتى أدلف هتلر هو أن الشعب السوداني أصبح مشلول الفكر والجيب والإرادة. ويلفت إلى أن الحوار الوطني قبل أن يفرح به الناس أدوه لبدرية، والتي يصفها بأنها أكبر مقص لتجذيب الشارب، فخرج منها نسخة طبق الأصل من الإنقاذ، فأضحى مبارك يتكلم بمثل كلامها، وكذلك بلال وحاتم السر يسخرون مثل سخريتها، ويستفزون مثل استفزازها، ويفشلون مثل فشلها على حد تعبير الكاتب. يختم صلاح الدين عوضة زاويته قائلا ومن قبل جابت شيئا اسمه مفوضية مكافحة الفساد، قفزنا في الفضاء فرحا، وحين استقرت أرجلنا بالأرض لم نجدها فقد ودوها إلى حيث كنا قبل الهبوط إلى الفضاء.